بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية نشكر الأخ عقيل على هذه التلاوة العطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولبدنك عليك حق، فكما على الإنسان حقوق وواجبات في نواحي عديدة، فعليه حق على بدنه، وهو أن يحافظ على صحته ويعمل على الابتعاد عن كل ما يسبب مرض له. الحفاظ على الصحة أصبحت لها ثقافة في السنوات الأخيرة، وأبرز دلائلها أننا نحضر مثل هذه الفعاليات ونقرأ الكثير من المقالات في الصحف في هذا الشأن، وهناك الكثير من الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي المهتمة بهذا العنوان. إن أهم عاملين مؤثرين في صحة الجسم هما الرياضة والأكل، فكل من أراد أن يحافظ على صحة جسمه عليه أن ينتبه لهذين العاملين، وهما الرياضة والأكل. فممارسة الرياضة بشكل مستمر والاهتمام بالأكل ونوعيته والأخذ بالأكل المفيد والابتعاد عما يضر. نتناول في هذه الليلة معكم أيها الأحبة هذا العنوان، ونستقبل ضيفنا وضيف القرية الدكتور علي المبارك، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. توقف لو هي قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة لم يبق من ذنوبه ذرة. اللهم صل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. محمد، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا بأهل المارخ الطيبين. قبل لا نبدأ، في شرطين مهمين وإن شاء الله ما أطاول عليكم. أهم شغلة، الواتساب ممنوع. الشغلة الثانية، عندكم أي سؤال في أي وقت تقدرون تسألون، يعني مو لازم تخليه لنهاية المحاضرة. إن شاء الله المحاضرة ما بتكون يعني طويلة، كلها إن شاء الله كم دقيقة، تقريبا نص ساعة إحنا مخلصين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. اليوم إن شاء الله منشتق هذا السطر البسيط، وهو: ولبدنك عليك حقا، ولما يحمله من معنى كبير إن شاء الله. لبدنك عليك حق. من حقوق البدن، هو من أهم حقوق البدن هي الصحة. الصحة كلنا نتوافق عليها أن هي أحد البنود المهمة في حق البدن. بالإنجليزي: ولبدنك عليك حقا، your body has a right. الصحة يعرفونها العلماء أن هي سلامة البدن أو سلامة الجسد والعقل، هذه تعتبر الصحة الكاملة في جسم الإنسان.
من الصحة منمر على ثلاث بساتين مهمة علشان نحصل على الصحة. عندنا ثلاثة بساتين مهمة. أول واحدة الرياضة، ثاني واحدة الغذاء، ثالث واحدة العوامل الخارجية، ومنها العوامل الداخلية، لكن نتكلم عن العوامل الخارجية. من كل بستان ناخذ زهرتين معلومتين مهمتين وإحنا رايحين للبستان الآخر. مثل ما قلنا نبدأ بالرياضة، الغذاء، والعوامل الخارجية. منبدأ بالرياضة. الرياضة شيء مهم في الحياة، لكن يوجد شغلتين مهمتين في الحياة إحنا ما في الرياضة ما نقدر يعني نوافق بينهم، في إفراط وفي تفريط، لازم إحنا نصير في الوسط. إنزين، وش تعرف الإفراط في الرياضة وش تعرف التفريط في الرياضة؟ الإفراط هو كل ما تأخذ أشياء من الرياضة فوق اللازم، يعني عن قدرة جسمك. مثلا أكل إفراط والتفريط. منبدأ بالإفراط، هذا ما يطلع كل المطلوب ما عليه. مثل الإفراط الحين هالأيام الشباب أشوفهم كلهم الكل قاعد يهتم بالدخول إلى الجيم. اسمحوا لنا لأن العارض ما يطلع عدل فما في أي مشكلة. الحين كلنا قاعدين ندخل الجيم، لكن في فهم اللي هي صالات الحديد، في فهم خاطئ بسيط لو نصحح بطريقة معينة. وإحنا رايحين للمعلومة الثانية، المعلومة المهمة في الجيم أو صالات الحديد إن إحنا من ندخل صالة الحديد أول شغلة نحط في بالنا سيدة إيدنا على الحديد، وش الثقيل، مو القليل يعني أبو كيلو وين ثلاثة كيلو. إجي تكلم أقول شنو أنا أقدر أحمل 10 فوق 10 أقمل حتى 15. صحيح أنت شاب وتقدر تحمل حتى 20-30 كيلو، لكن هذه من أخطر الأشياء اللي تسببها لجسمك. شلون أنا أخذ 10 كيلو هذه أحملها بتكرار معين؟ في هالحالة بتنتفخ العضلة. إذا انتفخت العضلة صار ما بين العضلة والجلد شيء بسيط، صح لو لا؟ إذا تركت الجيم، لازم بيجي وقت أترك الجيم، تعب مثلا، عندي مثلا شغل، ظروف، أي الأشياء بترك الجيم. إذا تركت الجيم هذا الفارق ما بين الجلد والعضلة يكبر، فيصير ما بين العضلة والجلد وإيش؟ يعني العضلة قاعدة تصغر لأن خلاص تركتنا، فيصير كل الدهون موجودة ما بين العضلة والجلد. فإذا تترك الجيم، ناس واجد يتركون الجيم يحسون روحهم يمتنون أزيد من كانوا قبل، لو لأن نستخدم الجيم بالطريقة الخاطئة. زين، شلون نستخدمها بالطريقة الصحيحة؟ نستخدمها بالطريقة الصحيحة إذا رحنا أخذنا كيلو، كيلوين، 3 كيلو، 4 كيلو، وبس وقفنا، لا نزيد أكثر. إنزين، ما بيصير شيء في جسمي، لا بيصير شيء في يعني بيصير شيء كبير في جسمك. إذا أخذت مثلاً الثقل الصغير وكررت تكرار واجد، هني جسمك بيتفصل بالطريقة الصحيحة. يعني مثلاً أخذ كيلوين، بدل ما أسوي 10 كيلو 5 مرات أو 30 مرة، أخذ الكيلوين أسوي بها 100 مرة. هني في هالحالة تنشفط الدهون من حوالي العضلة ويتفصل الجسم ويتنسق بالتنسيق إلا الله سبحانه وتعالى خلقه لك. هذه واحدة من الإفراط الموجود عندنا في الرياضة. من الإفراط أيضا الجري. في بعض من الشباب مثلا، بعض الشباب يبغي يدخل جري، عليكم السلام ورحمة الله، يبغي يدخل جري، يدخل بقوة دائما، أول ما يبدأ بقوة 3-4 أيام اللي هو يقول من زمان خلص 3 كيلو. هذه من أخطر الأشياء، وهذه اللي أثبتت لنا يعني الأعوام اللي مرت علينا إن الناس واجد قاعدين يتوفون بسبب الجري المفاجئ.
هذا خطأ. حتى لو أنت تلعب كورة صار لك سنين بس لا تجري الجري المفاجئ الطويل. شعب ألمانيا يعتبر أزيد شعب في العالم يجري، أزيد أكثر شعب في العالم يجري، لكن جو قاسوا الوقت اللي قاعد يجري ساعتين ونصف الأسبوع بس، يعني يوميا ثلث ساعة، يوميا نص ساعة، خلاص يوقف لأن الجسم إلى حدود، خلاص لا تتجاوز هذه الحدود. إنزين أيهما أفضل، المشي لو الجري؟ طبعا المشي، الكل يتفق على هذا الأمر، المشي أفضل بكثير من الجري. الأفضل يقول لك مش ولا تجري، بس في ناس يقول لك لا أنا مثلا عندي وزن زيادة أبي أنزله ما ينزل إلا بالجري، أقول لا هذا في إنزال الوزن. إيه صح، إيه إذا أكيد إن في الجري في لياقة قوية لكن إليها حدود مثل ما قلنا. إنزين بس المشكلة وينه؟ تقدر تنزل وزنك بالمشي؟ شلون؟ سوينا دراسة هنا في البحرين وخصينا بها كرانة، أخلينا كل واحد يمشي في اليوم 45 دقيقة يوميا، وهو يمشي يشرب لتر واحد ماء، فكل أسبوع تقريبا نزلوا بمعدل كيلوين لتر ماء، وهو قاعد يمشي يخلصه، يعني لا مثلا في أول ربع ساعة يخلص كله، لا هو قاعد يمشي في الساعة لا ربع ينظم وقت أنه يشرب الماء كامل لتر كامل. لا لا أكيد الأفضل أنك تمشي ومعدتك خالية، أفضل وقت للمشي هو بعد صلاة الصبح، لأن جميع الهرمونات في الجسم وش فيها قاعدة تنشط توقع من النوم. لا مو تنظيم الأكل، خليناهم يمشون لمدة 45 دقيقة وكل واحد عنده ماء لمدة أسبوع كامل، حتى لو بدون تنظيم الأكل، حتى أكلهم أي يوميا أكله هذا هو ما تغير، بس المشي هو اللي أضاف إليه شيء في الجسم، حتى فسيولوجية الجسم تغيرت. فهذا يعتبر نوع من اللي هو الجري والجيم، نوع من الإفراط في في الرياضة. أحسن إيه هذا أنا أوافق يا أوافق إياك، يعني أوافق الرأي فيها، إيه أوافقك الرأي فيها، بس إليها وقت محدد لازم تعرف الحد مالك. في ناس لا، في ناس مثلا هاي اللي متعود على الجري اللي هو على قولتنا العداء، هذا لو تخليه 3-4 ساعات يجري مكينة ما يوقف، لكن احنا لا ربع ساعة خلاص نوقف، لازم نعرف الحد مالنا. خلاص انا اعرف روحي ان عقب ربع ساعة خلاص اوقف، خلاص اوقف لا اركض زيادة، لان ضربات الدم ضربات القلب تزيد فتسبب لي مشاكل، وهذه المشاكل تتفاقم ممكن توصل إلى السكتة الدماغية أو السكتة القلبية. أخب هذه تهم هذه ما عليه له في المشي ولا الجري. هي من ناحية الإفراط، هاي من ناحية الإفراط. من ناحية التفريط في الرياضة نعرفها أن التفريط يسبب وإيش؟ يسبب السمنة، معروف. أفرط في الرياضة ما يعني ما أعطي الرياضة أي وجه، لازم في الأخير بتسبب لي سمنة وبتسبب لي خمول. هذه معلومتين مهمتين من ناحية الرياضة. تفضل. صحيح بدأ. يعني مخاطر شديدة صراحة، يعني على وقت ما أنا موجود في الطب إيه، بس إنه يقول لك إنه الأفضل إذا أنت صايم وتبي تمشي في هذه الأثناء، بحيث إنه لأن شرب الماء شيء مهم بعد الرياضة أو أثناء الرياضة، فتمشي قبل صلاة المغرب علشان بعدين تشرب ماء زيادة. إنزين وقت اللي بتمشي يقول لك لا تروح بعيد عن البيت، الأفضل
وأثناء أنت صايم، والأفضل أنك تأخذ لك ويش؟ تأخذ لك الجهاز المشي في البيت، لأن أأمن لو أنت رحت بعيد ونزل عندك السكر من هون لك، هاي مشكلة بعد. يعني هي لكل شيء مخاطر، فأنت لازم تأخذ حذرك في كل الأمور. هذا بستان الرياضة. نروح إلى البستان الغذائي وناخذ منه معلومتين مهمتين، ونعرف البستان الغذائي الإفراط فيه يسبب السمنة، والتفريط فيه يسبب الضعف. لازم الواحد يصير في الوسط. إن أفرط في الغذاء سببت لك مشاكل صحية، سببت لك ها كل حين قاعد ينتشر في البحرين سكري، غير السكري قاعد ينتشر الضغط، وهكذا قاعدة تتفاقم. البحرين قاعدة تاخذ المركز الخامس عالميا في السكري. سنة 2014 البحرين مركز الخامس عالميا في السكري، في انتشار مرض السكري. هل هذا شيء يعني جميل نتفاخر به لو لا؟ فلازم نحط في بالنا هذه الأمور. التفريط يسبب الضعف، بس احنا ما نبغى نتكلم عن هاي الشغلتين، الافراط والتفريط في الغذاء. نبغى نتكلم عن معلومتين مهمتين، عادات خلنا نقول ان هي عادات خاطئه قاعدين يوميا نكررها في البيت او في اي مكان. العاده الاولى شرب الشاي مباشره بعد الوجبه، هل هذا صحيح لو مو صحيح؟ هذا سألت، هذا قاعد أسألكم أنا. طبعا مو صحيح، أحسنت، أكيد مو صحيح. شرب الشاي مباشرة بعد الوجبة مو صحيح، بسكر أو بدون سكر. المادة الموجودة في الشاي أو مادة الشاي نفسها جدا ضارة بعد الوجبة. زين، وش الضرر مالنا مالها؟ خلنا نعرف شنو الضرر. أول واحدة يقول لك الشاي بعد ما يصير في الوجبة، بعد ما تأخذ الوجبة وتشربه ويصير داخل المعدة، يصير تفاعل مع وجود الأحماض الموجودة داخل المعدة. هذا التفاعل أول شغلة يسوي فيها يكسر الحديد الموجود في الأكل. زين، الحديد شيء مهم في وشو؟ بناء الدم. فمن كذي أكثر البحرينيين عندهم نقص في الدم، عندهم تكسر، عندهم ال ذكرني بالجي 6 بي دي، وش بالعربي نقص الخميره. نقص الخميره هذا الحين قاعد ينتشر في البحرين. الناس واجد يبون يروحون يتبرعون، منو يروحون يتبرعون؟ يقول لهم لا، كل واحد دمك كفايه لك، ما يحتاج تتبرع. الى وين؟ الحين بذكر ان شاء الله. إنزين، هاي واحدة من الأمور إنه ينقص الحديد. إذا نقص الحديد يكسر كريات الدم الحمراء، هاي واحدة. الشغلة الثانية ينقص نسبة الزنك الموجود في الأكل. زين، الزنك هذا مادة من المواد المهمة اللي هي باللغة العلمية العربية الخارصين يسمونه. هذا مادة مهمة لتقوية الشعر وتخلي الشعر واقف. زين، هذا إذا وش صار؟ إذا نقص وش بيصير في الأخير؟ بيبدأ تبدأ تساقط الشعر، ويبدأ في الأخير تصلع. فهذه ترى حطوه بالكم أن هذه واحدة من الأسباب المهمة اللي هي شرب الشاي بعد الوجبة. غير الغازات، كل واحد يشرب شاي عقب الغداء شوي ما تشوف إلا بطنه منتفخ هلقة. إلوه من شرب السوائل ومن شرب الشاي نفسه، لأن الشاي لو تشوف طريقة سويناها داخل المختبر، خلينا شاي ويا حمض المعدة ويا الأكل الموجود البروتينات والدهون والكربوهيدرات، تحول هذا كامل السائل إلى لون أسود قاتم، وطلع كل دخان أسود. تخيل النهار قاعد يصير داخل بطنك، هذه هي نفسها اللي تسبب الغازات. الحجي سأل أي وقت أفضل لشرب الشاي؟ الأفضل لشرب الشاي يقول لك عقب ساعة أو ساعتين من الغداء أو العشاء. فهل تقدرون تصبرون ساعة أو ساعتين؟ هذا الشيء راجع لكم. أقل شيء ساعة. خيران
قبل الغداء يصير عادي حجي، تقدر تشرب قبل الغداء، لكن عقب الغداء لازم عقب ساعة أقل شيء إلى ساعتين. خيرا سيدنا. أنت قصدك علشان هذا؟ لا لا، في مشكلة، لأن اللحام نفسه في حديد واجد، نسبة معينة كبيرة من الحديد، فأنت بتفتقد هذا الحديد الموجود في اللحم. هو صح يخفف عليك، يخفف عليك عقب ساعة اشربه علشان يخفف عليك أحسن، طريقة أحسن. مبلا لا لا، الشاي جدا مفيد، لأن مادة الشاي نفسها، مادة الشاي نفسها مقوية إلى الأعصاب، خاصة المخ، من شذي يسمونه منبه، صح لو لا؟ زين، مقوية الأعصاب، مقوية إلى القلب نفسه. اكتشفوا أن اللي يشربون الشاي قلبهم أقوى من لما يشربون، فشرب الشاي شيء مهم، لا تترك الشاي، لا أحد يترك الشاي، لكن اعرف الشاي متى، أهم شيء يعني أكيد مدلة، على الأقل تقريبا يعني قلاصين أو ثلاث قلاصات في اليوم كفاية. وبالنسبة إلى اللي يشربون حليب ويا شاي الصبح ما يقدر يهدهم، لو يقدر لو يهدهم يجي وجع راس، صح لو لا؟ أنا واحد منهم صراحة، ما أقدر أهد الشاي ويا الحليب الصبح ما أقدر. بس وش تسوي؟ ليه؟ شلون يعني وش نسوي؟ يقول لك عادي في الريوق، لو لأن الريوق عادة ما يحتوي على كمية الحديد، مو يوميا نحن نشرب أو ناكل مثلا لحم أو ناكل الكبدة الصبح، لا عادة أكو هذا اللي هو الخبز، جبن مثلا، بيض بعض الأحيان، فهذا شيء عالي، ما لأن المواد اللي قاعد تاكلها اللي موجود فيها الحديد، فهو عادي يعني كلش عادي. لا لا ما يفيدك، نفس الشغلة، نفس الشيء، يبقى المفعول هذا هو نفس الشيء. نروح إلى الشغلة الثانية اللي قاعدة تنتشر في البحرين واجد، هي النفخ في الطعام. أكو إحنا نشوف هذا قاعد ينفخ في الطعام بطريقة نفس ما إحنا نسويها يوميا، النفخ في الطعام. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، النفخ في الطعام يذهب بالبركة، النفخ في الطعام يذهب بالبركة. وفي ثاني، وفي حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم طويل، ومن ضمنها ينهي عن النفخ في الطعام. ليش النفخ في الطعام جدا جدا خطير؟ احنا نقول لكم كأطباء جدا خطير. الى ويش النفخ في الطعام جدا خطير؟ عادة موجودة بكتيريا داخل الجسم، صح لو لا؟ بكتيريا، هذه البكتيريا مهمة لبناء الجسم، إعطاء، تعطينا الفيتامينات الموجودة، المواد اللي داخل، كل هذه البكتيريا اللي تسويها لنا. إنزين، هذه البكتيريا منها موجود في المعدة، وقت اللي أنفخ أطلع كمية كبيرة من البكتيريا خارج الفم مع الهواء يطلع، صح لو لا؟ هذا فون بيصير في الطعام، في الأكل. إذا صارت في الأكل، هذه البكتيريا نفسها داخل الجسم ما هي متفاعلة، هكيها عالية مسالمة ما فيها أي مشكلة. إذا خرجت برا تفاعلت هي الطبيعة وسوت عليها غشاء، هذا الغشاء جدا قوي ضد حمض المعدة، جدا قوي ضد حمض المعدة. زين، حمض المعدة هل هو قوي صحيح؟ صح، حمض المعدة قوته لدرجة أنك إذا تخلي أمواس تدوب، لو تشف أمواس كامل تخلي في المعدة يدوبون، ما يسوون مشكلة في المعدة، لكن خلهم يوصلون للمعدة بطريقة سليمة يدوب. زين، هذه نفسها البكتيريا صارت عندها قوة مضادة ضد ويش؟ ضد الأحماض الموجودة داخل المعدة. فتبدأ وش تسوي؟ تبدأ أول شغلة تسوي لنا التهاب المعدة، إلا تقريبا 3/4 البحرينيين يعانون منه الأيام. بعدين تتطور إلى القرحة، إلا تقريبا ربع البحرينيين يعانون منها الحين، قاعد في تزايد، وخاصة الشباب،
خاصة الشباب قاعد يصير تزايد فيها. هذه البكتيريا شلون شكلها؟ أكو جبت لكم صورة إلى البكتيريا، شوفوا شلون شكلها مخيف لدرجة أن هي تصير عليها، يعني هذه كلها تصير عليها غشاء. هذه البكتيريا اللي تسبب لنا مشاكل والتهابات في المعدة وقرحة المعدة، هذه هي نفسها. خيران شنها كوسة بس فيها كم دنبة تقريبا؟ أربع دنبات عشان تسبح داخل. إنزين، هذه بالنسبة معلومة بشكل عام عن الغذاء. قبل لا نروح إلى النفخ في الغذاء، قبل لا نروح إلى العوامل الخارجية، عندنا شيء مهم ألا وهو السمنة. بناخذ فيها معلومتين وإحنا رايحين إلى العوامل الخارجية. السمنة في البحرين وصلت تقريبا 36% من البالغين و24% من تحت البالغين، جمعوهم كامل تقريبا وصلوا 50%، يعني تقريبا نص البحرينيين الحين يعانون من حالة السمنة. إذا حالة السمنة مي مرض، أنا أقول لك مي مرض، لكن تجيب لك أمراض واجد مثل السكري، مثل الضغط، مثل مشاكل القلب، مشاكل الدماغ، مشاكل 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 الركاب، صحيح. فهذه قدر الإمكان نحاول نتباعد عنها. نروح إلى العوامل الخارجية، البستان الثالث والأخير، العوامل الخارجية. العوامل الخارجية هذه الصورة وش توحي لكم؟ لحظة، هذه الصورة تعطي معنى واضح إلى ناس معينين في المجتمع، صح لو لا؟ القسم اليسار من الرئة قسم صاحي، والقسم اللي هو السليم، والقسم اليسار اللي هو إذا هي داخل تصير يسار وهذيك يمين. زين، قسم اليمين عندنا في الشاشة نشوفه وإيش؟ نشوفه وصل لمرحلة كأنما محترق. وإيش السبب في هذه الأمور؟ هذه المعضلة. المعضلة هذه هي اللي تسبب لنا كل هذه المشاكل. إيه، شوف لونه أصفر. تخيل إن هذا الدخان كله بيدخل وينه؟ بيدخل داخل الرئة. معلومة أثبتتها دراسة في البحرين، اكتشفت أن 23% من المراهقين في البحرين يدخنون. 23%، زين، يعني هذه 23% خلت آباء واجد يتساءلون كيف 23%، يعني في لازم تقريبا كل 10 فيهم اثنين، يعني احتمال واحد من العائلة أو اثنين من العائلة في ناس تدخن، صح لو لا؟ زين، بس شلون احنا ما نشوفهم؟ أقول لك في ناس في المدرسة، في ناس ويا الشباب إذا طلعوا من قدهم، يعني المراهقين، لأن المراهق عنده كتمة في نفسه يبي يظهر، وإيش يبي يظهر؟ الرجولة الموجودة فيه، فأسهل طريقة إلى الرجولة هذه، صح لو لا؟ الجقارة، تجويلة الجقارة بهالطريقة. إنزين، هذا مشاكل في المدخن، هذه لو نسوي لها محاضرة بروحها ما نخلص. مشاكل المدخن جدا جدا جدا، يعني مشاكل ما لها عد ولا إحصاء. إنزين، إنزين، هذا بالنسبة إلى المدخن. إحنا اللي ما ندخن في مشكلة لو قعدنا صوب المدخن؟ في مشكلة أكبر من اللي تصيد المدخن، إحنا يسمونه المدخن السلبي. إنزين، المدخن نفسه يأخذ الجقارة، يأخذ أول أكسيد الكربون، يدخله داخل الجسم ويطلع وياه ثاني أكسيد الكربون. هذه الأمور اللي داخل كلها ويا الغازات يطلعها، وأنا بارز مبرز أخذها أشتمها بطريقة فن يعني. فالنصيحة المهمة والأفضل أنك ابتعد عن المدخن، إنزين، أو خله يبتعد عنك، لأن هذا مضر بصحتك أكثر ما هو قاعد يضر بصحته. في بعض المدخنين يسألون هل التدخين بعد الوجبة مشكلة؟
اكتشفوا أن المدخن اللي يدخن خاصة بعد الغداء تتزايد فرصة استنشاقه للدخان داخل الجسم تقريبا كم 10 مرات، يعني الجقارة الواحدة عن 10 دقارات إذا شربها. وإحنا نقول ويشو بعد الوجبة الدسمة جقارة بالعسمة، صح لو لا؟ لا هذه غلط، هذه غلط، هذه غلط. خب هي لا بالعسمة ولا باليمين، هي كلها الدخان بشكل عام جدا خطير. هذه واحدة مهمة من التدخين. نجي إلى الصورة اللي أثبتتها جميع الدول الصحية. تفضل. إيه المعسل اكتشفوا أنه يعني مشكلة أزيد من التدخين. الشيشة يعني مشكلة أزيد من الدخان نفسه، كمية النيكوتين الموجودة فيه أزيد، والقطران سامح. هاي يبغى لها بروحها شيخنا. إنزين، بقول معلومة بسيطة قبل لا نروح إلى الشغلة الثانية. معلومة مهمة عن الشيشة، اكتشفوا أن النفخة الواحدة من الشيشة، يعني على قولتنا الشفطة الواحدة أو مال هناك صوبنا صوب كراني يقول الجغم الواحد من الشيشة، إنزين عبارة عن 100 جيجارة بس الجغم الواحد. فهذه معلومة جدا مهمة نحطها في بالنا وقت اللي نشرب الشيشة. إنزين، الجهات والمنظمات العالمية للصحة شافوا اكتشفوا الأشياء المكونة إلى الجقارة. فنجي نشوف مثلا الأمونيا، أكو احنا نشوف الأمونيا هنا بأشر عليه بالهذا، نشوفه هذا الأمونيا واحدة من المكونات المهمة داخل الجقارة. الأمونيا وين شو نستخدمه بشكل عام؟ نستخدمه فعزكم الله تنظيف الحمامات، أكو مكتوب عليه تويلت كلينر. هذه الصورة من المنظمات العالمية الصحية. بعد النيكوتين، النيكوتين هذا الشيء المهم المكون في كنا نسمع عنه، النيكوتين اللي هو المكون في داخل الجقارة. النيكوتين في وش نستخدمه؟ في الفليت. فلو جي تدرسهم كلهم تحط إيدك على راسك تقول وش قاعد أشرب أنا؟ يعني لو أشرب ديتول واجد أحسن ترى. ولا هالحالة يعني صدق، يعني لدرجة تستغرب منها، جدا جدا تستغرب المكونات اللي قاعدة تتكون. مناخد شغلتين مهمتين في الجقارة بالنسبة للنيكوتين، النيكوتين والقطران، هذه من المكونات الأساسية إلى الجقارة. النيكوتين اكتشفوه، إذا تروح تبحث عنه في جوجل مثلا أو أي محل يقول لك النيكوتين مادة عضوية شبه قلوية. في الأخير لازم يحط لك هالكلمة سام، لازم يقول لك في الأخير سام. تخيل إحنا قاعدين ناخذ سم ونقتل نفسنا يوم بعد يوم وبفلوسنا وبقناعتنا. فهذه بالنسبة للنيكوتين. تفضل. بلى، هاي المشكلة، هاي المشكلة، هاي المشكلة، هاي المشكلة ترى، يعني مو مع، يعني مو يوم هو شباب، الحين يوم هو درس، أنت الحين درست الطب وتقول للناس لا تشربون جقاير، هذا الغلط مو في اللي قاعد يشرب، غلط فيه هو. صحيح. إنزين القطران، صحيح أحسن فشيمة أهل البيت. إنزين نجي إلى القطران، المادة المهمة الثانية في الجقاير، وهذه مكتوبة على الباكيت نشوفها. وخب الباكيت كله تحذيرات ولا كأنه صاير شيء. نفس الشركة هي اللي تطبع، هي اللي تطبع هي التحذيرات، تفرض عليهم منظمة الصحة العالمية أن لازم تطبع مشاكل اللي تسويها الجقاير.
كل مرة يجيب لك عن القلب، يجيب لك عن سكتات دماغية، يجيب لك عن الكوليسترول، يجيب لك عن المشاكل في الحامل، ويجيب لك كل مرة غير. زين، ويكتبون النيكوتين، ويكتبون كم النيكوتين مثلاً 4% وكم القطران بالمئة. نجي إلى القطران هذا نفسه، ويش القطران؟ القطران هذا مكون موجود في الجقير وموجود في المعسل. القطران هذا وين؟ شافوا يعني مو شافوا القطران ويشو؟ نجي نشوف القطران. القطران هو بعد ما يصير تصفية النفط، تصير عملية تكرار من فوق من فوق من فوق، تتجمع بعض القطرات يعني اللي نقولها الثخينة السودة في غلاس تحت، يعني تقريبا يقول لك كل تقريبا 1000 لتر تتجمع غرشة صغيرة. هذا هو القطران، هذا هو نفس القطران. إذا تروح تصب تشوفه كذي بهالطريقة، نفس نفس العسل يعني لزج قوي حيث إنه ما ينصب. هذا يمسحون بالجقارة من داخل، هو اللي يطلع علينا الدخان ونستانس. إنزين، هذه بالنسبة إلى الجقاير. المعلومة الثانية قبل الأخيرة بالنسبة إلى الدواء، الدواء نصيحتين مهمتين للدواء. أي دواء تأخذ من عند أي دكتور اقرأ عنه، هذا شيء مهم، لازم تقرأ، لازم تقرأ، لازم تعرف، تعرف اللي حواليك اللي قاعد يصير. بعض الأحيان الدكتور يكتب لك دواء خطأ، هو ما يدري، نسى مثلا أو لا، نقول ما نسى، كاتب إنه بس في مشكلة سبب لك حساسية، في مثلا بعضنا ما نقدر على بعض الأدوية لأن احنا عندنا مثلا نقص الخميرة، في بعض الأدوية لازم تقرأ عنها في هذا الورقة اللي داخل. وإذا مثلا مكتوبة كلها بالإنجليزي تقدر تكتب نفس الدواء في جوجل يطلع لك معلومات بالعربي، اكتب دواء بالعربي واكتب اسم الدواء بالإنجليزي يطلع لك معلومات كاملة، اقرأ عنه. صارتنا مشكلة في يوم احنا كنا ندرس برا في أوكرانيا، واحد من الشباب أخذ دواء، هو عنده نقص خميرة حاد، هذا الدواء نفسه عدو إلى نقص الخميرة. زين، أنت دكتور مفترض على الأقل ما أنت عرف عنه، اقرأ قبل لا تشرب. شرب تقريبا بس 2 في اليوم، شرب واحدة الصبح واحدة العصر، تحولت الأبوال عندك كامل إلى دم، دم واضح يعني ما فيها يعني كلش تحولت إلى دم، مو عارف وش السالفة. قال يمكن من وش؟ من الدواء. قاعد يقرأ عن الدواء، طلع صدق دواء يسبب تكسر في الدم، تكسر الدم يسبب مشكلة في الكلية، وطلع لنا أبوال مثل الدم، انقطعت هذه يعني كمية الدم. فلو استمر به صادته مشكلة، وصادته يعني نكسة بسبب الدم اللي قاعد يطلع من جسمه عن طريق الأبواب. فالدواء شيء مهم، هاي نصيحة. النصيحة الثانية، إذا الدكتور قال لك خذ الدواء لمدة 7 أيام، لا تأخذ 3 أيام وتوقفه، لأن المضادات اللي يكتبها الدكتور لمدة 7 أيام أو لمدة 14 يوم، هذه البكتيريا ما تموت إلا يوم 5. صح، الالتهاب يخف عقب 3 أيام فتخلي يعني يخليك تهدد، لكن البكتيريا ما تموت، فتسبب لنا مشاكل، تسبب لنا بعض الأحيان مشكلة في التنفس. فقدر الأمكان واصلوا عليه. تفضل. بلى، وكتبته للأسف. مبلا مبلا، وعطتك إياها، إيه مشكلة. مبلا إيه، هذه صراحة يعني مشكلة قاعدين نعاني منها في البحرين واجد، يعني الحمد لله أن الصيدلانية شافت.
لكن لو ما شافت للأسف، للأسف أن بعض الأطباء أن قاعدين يعطون أدوية زين بدون ما يسأل من عن حساسية. في مشكلة يعني مبلا مبلا لا لا أنا أقول لك مو الكل صح أكيد يعني مو الكل زين، بس في يعني ثلة كبيرة من الأطباء مشكلة أن قاعدين يكتبون أدوية بس ما يسألون وما يكشف. بعض الأحيان يستغربون الشباب يعني يروحون يقولون شلون ما كشف عليه أعطاني دواء بس من السؤال يعني صوبة أنت كذي يعني بروفيسور العالم أنت؟ لا يعني مفترض الطبيب أنه يفحص. المعلومة النهائية والأخيرة إن شاء الله ما طولت عليكم، المعلومة النهائية والأخيرة طبية دينية، طبية إليها دخل في الدين، وهذا شيء مهم يعني وركزوا وياي على الأقل لمدة دقيقة أو دقيقتين وإن شاء الله منخلصها بسرعة، ألا وهي النظرة المحرمة. يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. كلمة أزكى حط عليها خط بعدين بنرجع عليه. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذه ما خصت بس الشباب، خصت بعد منهم، خصت المرأة. قل للمؤمنين، قل للمؤمنات، سامحة، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إنزين الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحن نغض البصر في حياتنا الدنيوية والمليئة بالمشاكل صراحة، يعني بالمشاكل من هذه النوع. بعد النظرة المحرمة اكتشفوا خب النظرة المحرمة هي النظرة اللي زائد بعض يعني بعض العلماء الكبار، العلماء الأجلاء يقولون أن النظرة المحرمة هي نظرة زائد ريبة، زائد ريبة. تعريف الريبة خب يعني كبير ويحتاج وقت بعد، بس إنه معروفة بشكل عام هي النظرة المحرمة. إذا نظرت للنظرة المحرمة، نظرت نظرة محرمة سواء كانت على الطبيعة، سواء كانت في التلفون، سواء كانت في الكمبيوتر أو أي مكان، يرتفع هرمون يسمونه هرمون الأدرينالين. هذا هرمون الأدرينالين أول شغلة يسويها يزيد ضربات القلب. إحنا ما نحس، ما نحس بها ضربات القلب. بعد زيادة ضربات القلب، بعد زيادة ضربات القلب يقوم هذا الهرمون بتوسعة الشرايين اللي يمشي فيها الدم. تتوسع الشرايين القريبة من الجلد فتطلع نوعية من ال مسامحة نوعية من ال من الهرمونات يسمونها الكاتيكولامين. هذه الكاتيكولامين تفرز نوعية من العرق، هذا أخطر عرق موجود في جسم الإنسان. هذا العرق نفسه إذا انفرز يطلع ريحة جدا كريهة بدون ما نحس طول هالوقت كله قاعد يصير وإحنا ما نحس بروحنا. إذا نروح الغرب أكثر يعني أنواع العطورات في العالم في الغرب موجودة، لكن خلي مر واحد منهم لو شاحن روح عطر. يعني أنا قعدت إياهم تقريبا 7 سنوات هناك أشوف الوضع، ريحة يطلع ريحة، هذه الريحة بسبب الكاتيكولامين اللي قاعد يطلع لأن ما في شيء وقفه. إحنا الله سبحانه وتعالى أعطانا قانون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ذلك أزكى. أزكى لمن؟ لصحتهم، ذلك أزكى لروحهم، ذلك أزكى لقيمهم ومبادئهم. إنزين يعني سبحان الله اكتشفوا أن هذه واحدة من الأشياء اللي تطلع اللي هي سبب وش؟ سبب النظرة المحرمة. هي واحدة. أمراض البروستات الموجودة في جسم الإنسان إليها يعني دخل كبير بالنظرة المحرمة، إليها تفصيل كبير علشان نوصل شلون سببت مشكلة في البروستات. بعد ما يزيد الأدرينالين
وتزيد توسعة الشرايين بعد يوم يوم بعد يوم يوم بعد يوم، وأنا أستمر في هذه الأمور في النظرة المحرمة، تبدأ الشرايين تتصلب، وأزيد مكان يتصلب فيها الشرايين شرايين اللي تودي الدم إلى الدماغ، فتبدأ وتتلف خلايا بسيطة في الدماغ. هذه الخلايا هي المهمة في إعطاء القرارات. فتشوف يقول لك معروف هذا، حتى موجود مثل في الغرب يقول لك إذا أردت الرجل أن يعطي القرار صائبا فأبعد عنه النساء. تخيل عندهم مثل ما يطبقونه، أكيد ما يطبقونه. فإحنا شلون يعني الله سبحانه وتعالى ما عطانا مثل، عطانا آية، وهذه الآية لو نقعد لباكر الصبح بس عن النظرة المحرمة لو يعني تشوف فيها أشياء إحنا ما نحس لها، قاعدة تصير فجأة أجسادنا ما نحس لها إلا بعد مدة كبيرة. ومن الأشياء النفسية اللي قاعدة تصير في الجسم أثناء النظرة المحرمة، الإنسان بعد مدة يحس بوش؟ يحس بالذنب، حتى لو ما حد قال له، حتى لو ما هو نبه روحه، في ضيقة داخل جسمه، هذه مشكلة نفسية. يقول الشاعر: كم نظرة في قلب صاحبها، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على آل محمد. نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور علي المبارك، وجزاك الله خير يا دكتور. الأسئلة إذا أحد عنده أسئلة مكتوبة أو شفهية يتفضل. طبعا السؤال الأول اللي وصلنا: ماذا عن المسنين المدخنين؟ نلاحظ بأنهم يعيشون ويتمتعون بصحة جيدة. هذا إحنا نشوف أنهم يتمتعون بصحة جيدة، لكن هم من داخل لا، مو صحة جيدة. وأبسط شيء، أبسط شيء يعني أثبت لكم سماعة الأذن. إذا تخلي في المدخن الكبير في السن تسمع داخل مو تنفس، تسمع خرخشة، يعني صدق لدرجة تستغرب. يعني إحنا نشوف في السلمانية، يمكننا موجودين في السلمانية، يعني شيء غريب تسمع داخل تقول هذي وش داخل، يعني مكينة داتسون ما تسوي كذي. إحنا نعتقد إنهم يعني يحسون بشغلة من الصحة أو صحة جيدة، لكنهم ما يحسون بها. هل ينصح بتناول الفلفل الأحمر الحار مع الطعام، وهل له تأثير على المعدة؟ صراحة أنصح بأكل الفلفل الحار مع الطعام، لكن إذا عندك مشكلة في المعدة تجنبه، لكن إذا ما عندك اقتصد فيه، لا تأكل بطريقة بحيث أنها تجيب لك التهابات في المعدة، لأن نفس الفلفل زين حتى للمعدة، وزين إلى القلب، زين إلى الدم، يزيد كميات الدم في الجسم، زين إلى المخ، زين إلى الأعضاء كامل. لكن الفلفل لازم تقتصد فيه بطريقة معينة. الهنود ولا يصيدهم شيء. ما هي المسافة المناسبة للمشي اليومي، وما هي مدة ممارسة الرياضة الصحيحة يوميا؟ إيه؟ بالنسبة إلى الفترة المناسبة هي بعد صلاة الصبح، ولازم تكون المعدة خالية، ما تكون المعدة موجود فيها ريوق وبعدين أطلع، لا، بعد صلاة الصبح أفضل مدة، أفضل وقت، وأفضل مدة من 40 إلى 45 دقيقة. في ناس واجب من الأطباء يقول لك 30 دقيقة كفاية لك في الجسم، للجسم يعني. هذه يعني أثبتتها الدراسات الجديدة، يعني أي طبيب يطالع الدراسات الجديدة يشوف أنه نص ساعة ما تكفي، لأن بعد 40 دقيقة يبدأ الجسم في حرق الدهون، ويبدأ الجسم بالتفاعلات الداخل بعد 40 دقيقة. فخمسة واربعين دقيقة في اليوم كفاية، ساعة بعد واجب ممتاز واجد. وبالنسبة للصيام حتى لو تمشي نص ساعة ما في مشكلة.
لازم ساعة. يقول لك يعني أفضل وقت اللي هي قبل صلاة المغرب، بس لا تروح بعيد لأن إحنا خايفين عليك إن أنت مثلا ينزل عليك السكر. إنزين، وإذا تمشي في شهر رمضان أو وقت الصيام لا تمشي بهمة، مش كأنك تمشي داخل البيت على راحة، على راحة كأنك تتمشى، كأنك تتمشى عادي بشكل بسيط. ممتاز. لا المغرب أوردي أكلت. لا آه قبل الإفطار. بلب هو قبل الإفطار، لأن علشان عقب ما تفطر تفطر على ماي كمية يعني. بس أنت لازم تعرف نفسك، إذا تحس روحك تعبان لا تمشي، لأن إذا لا لا أقنع فمثل ما قلت لك لازم تعرف روحك أن لا يمكن بعد مدة أن ما أقدر أمشي أزيد من هاللازم، فأمشي تقريبا نص ساعة كفاية لي. أي ممتاز ممتاز، واجد زين واجد زين. الله ممتاز واجد زين واجد تمام. إيه هذا زين، بس إنه بس إنه إذا حسيت رجالك تأورك لا وقف، لأن ما بيخدمونك بعدين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن جمعية المرج الخيرية وأهالي المرج طبعا نقدم الشكر الجزيل لهذه المحاضرة المفيدة. عندي ملاحظة بالنسبة، أنت تكلمت عن الشاي بعد الوجبة، الفواكه بعد الوجبة شلون؟ هذا واحد. والثاني أنت يعني لازم حال تنصح المواتم أو يعني أي ماتم بعد دائما بعد الوجبة عندهم الشاي موجود برا، فهل المفروض تقدم لهم نصائح بالنسبة لل؟ أنا يعني أخاف ند، أخاف أقدم النصيحة وانضرب له. مو المشكلة الشاي شيء مهم في الماتم. أي ما يعني ما يعني هو الأفضل إنك أنت تشيل الشاي الأثناء، بس ما أحب يرضى، فما يعني صعبة واجد صعبة. بالنسبة للفواكه، الفواكه قصتها قصة بعد الوجبة بناخذ منها معلومات بسيطة علشان لا يدركنا الوقت. بالنسبة إلى الفواكه بعد الوجبة، شافوا أن الفواكه بعد الوجبة تتخمر داخل المعدة بسبب وجود السكر الموجود فيها، يسمونه سكر الفركتوز. سكر الفركتوز هذا يخمر المواد اللي أكلتها قبل الفواكه، فيجي الفواكه وش يسوي؟ يخمرها. بعد ساعة تقريباً تحسب بانتفاخ. هذا الانتفاخ أثناء الانتفاخ سووا فيه دراسة وشالوا مادة منها من الموجود داخل المعدة، اكتشفوا أنه تحول إلى مادة كحولية. شوف لأي درجة، يعني ما تسكر لكن مادة كحولية بسيطة، لكن هي وش تسوي في الأخير؟ الضر. فالأفضل الفواكه قبل الوجبة، لكن الفواكه لأنه موجود فيها حتى البرتقال، حتى الجح اللي ما حد يقدر يهد. قول يعني هذا تقول لبني تقول لبحار نهدوا الجح، هاي مشكلة واجب مشكلة فيها جهاد نفس ما عندي أنا أنا أقولها. نفس الشيء يعني على الأقل تكون قبل ممتاز، قبل ممتاز، لكن عقب في مشكلة. قبل لا يعني تقريبا ربع ساعة نص ساعة واجد زين، لكن بعدين يقول لك إذا تبي تأكل الفواكه بعد الوجبة كلها عقب ساعتين. لو لأن المعدة اختلت كلها من الأكل، فإذا اختلت تقدر أنت تأكل الفواكه. تفضل. سؤال، ما هي أضرار شرب المياه الغازية؟ أوه هذه شرب المياه الغازية بوليها شباب يعني قاعدة بروحها. المياه الغازية يعني من الأشياء المضرة فيها، باجيب لكم شغلة واعتبروها جواب عليها على السؤال. روحوا الرياض أو في الدمام، محل
تصنيع البيبسي، مصنع البيبسي. الصبح تقريبا من الساعة 6 إلى الساعة 8 تيلرات بس تمشي داخل، تروح داخل المصنع يحملون، بس ما حد يدري هاي ويشو. إذا تسأل أو تكتشف هذا ويشو تشوف إنه هو يا ريت سكر فحم. يقول لك لا، أقول لهم يعني في بعضهم فحم 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 فحم, فحم الأسود. أقول له اللي يقول عجل، إحنا شلون نعطيها يعني نعطيها النكهة ونعطيها اللون، نعطي البيبسي اللون الأسود يعني. قلت له من الفحم؟ اللي يقول إيه من الفحم. أقول يعني إحنا طول هالوقت يعني البحرينيين كلهم قاعدين يشربون فحم، يعني شوف العالم كامل قاعد يشرب فحم، وسب هذا هذه المشكلة. فاعتبروها جواب عن شرب المياه الغازية. السؤال يقول هل التدخين مضر أكثر وأنت ماشي لو أنت جالس؟ يعني خب التدخين في كل الحالتين مضر، ما بقول لك أي هو يعني هو صح في واحدة منهم يعني أفضل، بس ما بقول لك أي هي أفضل علشان لا أشجعك. أي ف يعني أفضل واحدة فيهم إنك تتركه، والترك إذا تبي تتركون التدخين أي واحد تشجعونه على ترك التدخين لا تخلوني يترك مرة واحدة، جدا جدا خطير على القلب تترك التدخين مرة واحدة وعلى الرئة. تسوي ريديوسينج تقريبا مثل ما قال السيد، كل ساعة زين زين، تسوي تقريبا لمدة شهرين، تقريبا كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام نقص واحدة لين ما توصل لمدة 10 أيام بس على واحدة. أنت ما بتحس أن تحتاج غيرها، بس الواحدة كفاية، وبعدين بتكره شو اسمه التدخين. وهذه سويناها في كرانة والحمد لله، يعني ناس واجد شباب قطعوها، سووها في المرخ ما في مشكلة، واجد زين. سؤال خارج شوي نطلع، هل البروستات يأتي للإنسان في الحالتين الإكثار من الممارسة الزوجية أو عدم الممارسة بتاتا؟ يعني يزيد في عدم الممارسة بتاتا. عدم الممارسة جدا جدا خطير، بحيث أنه يسبب التهاب في البروستات ويسبب انتفاخ في البروستات نفسها. فالممارسة الزوجية هي المنقذ الوحيد لالتهاب البروستات والمشاكل في البروستات. آخر سؤال، ما هي أضرار الحلويات بعد الأكل مباشرة؟ ما هي أضرار الحلويات بعد الأكل مباشرة؟ أضرار الحلويات أخف من غيرها، أخف من الفواكه وغيرها، بس إن في إليها أضرار بسيطة، بحيث إن وجود السكر زين تسبب انتفاخات، بس إن هي بسيطة ما فيها أضرار، لكن بشكل معقول. يعني مو مثلا يجيبون لك هذه إذا صارت مثلا قاعدة في العائلة ويجيبون هاي الصينية اللي فيها تفطر 5 مرات عليك، لا مرة واحدة كفاية خلاص عاد هي ويش وسويت سالفة. مو يعني هذا، يعني مو لازم تاكلها كامله او تاكل جزء منها، لا كل منها شيء بسيط بحيث انها تكون مفيده وتضيف عليك جلوكوز مهم. باسمكم نتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور على الكوليسترول. المشي افضل له، الكوليسترول ما يروح الا بالمشي، الافضل اليه المشي. تشرب ماء أثناء المشي؟ لا ما يصير. إذا تبغيه ينزل جرب وأنت تمشي تشرب لتر ماء. نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور علي المبارك، وهناك تكريم إلى دكتور من الجمعية. نشكرك دكتور ورحم الله والديك وبارك الله فيك. ولي طولت عليكم، خلصت الماي مالكم بقى، الله يسلمكم.